إصابة مدنيين بجروح بالغة إثر قصف لقوات النظام استهدف دراجة نارية في سهل الغابر في حماة الغربي. وفد من هيئة التفاوض السورية وممثليها في اللجنة الدستورية يلتقي بوفد من خارجية الأمريكية في مدينة جنيف السويسرية. مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص إلى سوريا جوير ريبيرون يعبر عن تفاؤله بانطلاق اللجنة الدستورية وما قد تحمله من تغيير إيجابي في الوضع السوري. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عزم بلاده توسيع مساحة المنطقة الآمنة في سوريا إذا استدعى الأمر. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يقول إن وحدات حماية الشعب التابعة لقسد استكملت انسحابها من المنطقة الآمنة شمالية سوريا قبل الموعد المحدد. وزارة الدفاع التابعة للنظام تقول إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى الانخراط تدعوهم إلى الانخراط في صفوف قواتها.